نروح لهذه الفقرة في برنامجنا وهي صورة وتعليق. اتحاد الكيك بوكسينغاي يوقع عقد مع المدرب الإيراني. هذه الصورة لاتحاد الكيك بوكسينغاي، وقع يعني عقد مع مدرب إيراني بقيادة شيهان محمد منصوري. يعني بقى هذا المدرب أيضا سيكون حيكون الإشراف على جميع المنتخبات، جميع المنتخبات يعني مشرف عام بشكل نعم. أيضا المنتخب الوطني. هذا الموضوع أيضا مهم. أيضاً رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الأستاذ رعد حمودي بالمدرب الإيراني، وطبعا نتمنى لهم موفقية. وأيضا يعني راح نتحدث عن هذا الموضوع أكثر. من الأشياء اللي طلبها الاتحاد هو الاهتمام بالنادي ومستوى النادي والنتائج. نعم. ونتمنى الموفقية للاتحاد والنادي.